طبعا هذه ساحة حمص، ساحة حمص كما نراها، الساحة القديمة، ساحة حمص القديمة، والأبنية والأبراج والفنادق التي يحتلها النظام الأسدي، ساحات حمص ومحلات تجارية، والحصار الخانق على مدينة حمص. هذه قصة مدينة حمص مع هذا النظام المجرم. هذه الساحة كمان اعتاد أن يكون في ازدحام للسيارات، حمص حزينة، حمص تباد، حمص تتدمر، ساحة حمص القديمة، آثار حمص، حصار خانق على مدينة حمص. الشبيحة احتلوا مدينة حمص، يدمرونها، يحرقونها، يسرقون كل ما بداخل المنازل والمحلات. حمص تباد، حمص تنادي، هاي من مجيب؟ أين أنتم يا العالم؟ أين أنتم يا العرب؟ حمص تستغيث. هذا حال مدينة حمص مع النظام الشبيح والإيرانيين واللبنانيين الذين يدخلون لكي يشبحوا في مدينة حمص. حمص ساعتها الحزينة.